في أطيب من فنجان القهوة تبدأ نهارك فيه، وياما في عالم ما بيعرفوا يبلشوا نهارهم من دون فنجان قهوة. ما هي كل قصة حب بتبدأ بعزيمة على فنجان قهوة، وكل ما كانت القهوة طيبة كل ما كان اللقاء الأول ناجح. سيبي برنامج بيعطينا فكرة ونصيحة وعنوان لأطيب قهوة قريبة منا وين ما كنا. لو تعرفنا أكثر عن حالك. زهير فتح الله، أنا أسست شركة سيبي مع صاحبي رافي دكرانيان، وأنا بركز على تطوير الشركة وهو بركز على التسويق الإلكتروني. شو الفكرة وراء تأسيس شركة؟ الفكرة إنه بدنا نخلق مجتمع محلي للقهوة المختصة لمحبين القهوة اللي عم يفتشوا على تجارب فريدة من نوعها وبدهم يوفروا بنفس الوقت. بما أنه صار عندك خبرة شوي بمجال القهوة، شو الفرق بين القهوة المختصة والقهوة العادية؟ الفرق واضح. القهوة العادية مهمة الشركات اللي بتبيع القهوة العادية إنه يعبوا الطلب، أما اللي عم يبيع القهوة المختصة العناية كلها باختيار القهوة من الأصل من أي مزرعة وبعدين تحضيرها وتحميصها، وبهالطريقة بتشوف الفرق. مثل ما قلت النكهة بتكون أغنى والعيوب اللي بالقهوة بتكون أقل. طب زهير، هل في شروط للي بدهم يعرضوا منتجاتهم عندكم، خاصة انه انتم لازم يكون عندكم مصداقية تيوثق فيكم الزبون؟ طبعا نحن بنشوف العناية اللي هن بيحطوا بطريقة تحضير القهوة والاختيار القهوة اللي بالاصل، فهيدي كلها اشياء نحن بنركز عليها مشان نقرر. ومثل ما قلت الاخصائيين الاستشاريين هن بيقولوا لنا اذا هول فينا نعتبرهم من ضمن المجتمع القهوة المختصة. هل انتوا بتعرضوا القهوة المميزة تبع كل مطعم، وشو الفرق بينها وبين القهوة العادية؟ كل مطعم لهم اسلوبهم لتحضير القهوة، وبنفس الوقت هن بيختاروا قهوتهم، وكل مرة القهوة بتجي من مزرعة معينة، فلكل محل ميزة انه شو النكهة الشهر او نكهة الاسبوع او النكهة لليوم، فهيدا اللي بتجر الزبون المحبين القهوة ليروحوا لمطعم معين عن التاني. زهير، كيف بيستفيدوا المطاعم إذا قرروا الاشتراك بهيدا البرنامج؟ هن كل محل له تقريبا 150 ل200 شخص زباين، يعني نحن عم نجرب نكبر لهم السوق لأنه في أكثر من محلهم بيبيعوا نفس الشيء، فعم نربط زباين محلات التانية المحلية ليكتشفوا محلهم هن كمان. زهير فرجيني كيف تشتغل هالابليكيشن على التليفون. بس تنزل الاب بيطلع لك قهوة ببلاش، فهيدي الميزة اللي بتخليك تجربي الاب. أول ما تفتحيها بيطلع لك قائمة المحلات اللي أقرب شيء لتليفونك، وحتى إذا بتشوفي هيدي الكبسة هون إذا بتكبسيها بتفرجيك كل المحلات اللي قراب عليك مثلا، فهون في هيدا المحل قريب لإليك بتكبسي عليه ورأسا بيطلع لك المنيو. هلا إذا بدك نرجع لأطيب قهوة اللي بالنسبة لإلي في هيدا المحل اسمه ستامبينج، ما إنه كتير بعيد، خلينا نروح عليه. يلا. أوكي. أول شيء قد إيه بعيد؟ وفينا ناخذ الدايركشنز دايركت. فعلاً، إذا بتكبسي هيدا الزر، هيدا بيفتح جوجل مابس ورأساً بيدلك للمحل. بدك تشوفي شو عندهم بالمنيو، بتكبسي هون على المنيو. أوكي. وبيطلع لك ليست قائمة السبيشاليتي اللي حكينا عنها قبل، أم كل المنيو تبعهم؟ اللي بيبيع قهوة مختصة ما بيبيع قهوة عادية، فإجمالا ما عندنا هالمشكلة. أوكي. فقولي أنا بحب الأيروبرس، بكبس على ريديم. أوكي. كبست هالزر وبعدين بيطلبوا مني الرمز السري، هيدا الرمز السري بيكون مع الكاشير والباريستا، فأنا بعطيه التليفون وبرجيه، ما بياخدها من إيده بس هو بيلقي نظرة وبيشوف، بيحط الكود. هلأ نحن حاطين رمز سري بسيط عرفنا إيه، وهيدا هي هيدا خلاص بتوصل الإيميل للكوفي شوب المحل إنه هن إنه حدا اشترى القهوة من عنا. من بعدها شو بصير؟ بتكبسي دان وخلصت العملية. هلا هيدا من ناحية أول تجربة جربتها وعجبتك. هيدا كوفي فور فري. بالضبط، هيدا البلاش. تاني مرة بتفوتي على هيدا الزر وبيبين عندك إنه ما عندك أكتف بلان. حتى لو جربت تفوت تعمل ريديم تشتري قهوة حيقولوا لك إنه ما عندك بلان، لازم تشتري باقة. بس في عدة باقات أم؟ نعم، في عدة باقات وهلأ برجيك إياهم. بس توصلي لهالمرحلة تكبسي هيدا الزر
وبيطلع لك انه باي ا بلان. اوكي. بتكبسي على الزر وبيطلع لك عدة باقات. نحن حاطين ثلاث انواع حاليا: ذا سوشيال، كاجوال كابر، واول ان. طبعا مثل ما بتشوفي اذا حطيتي 95 درهم بيطلع لك 100 درهم. اذا بتحطي 260 بيطلع لك 275 رصيد زياده. فاذا حطيتي 500 درهم بيطلع لك 25 درهم زياده. يعني على طول في استفاده. طبعا. هلا مش يعني اذا 500 يعني انا عم بربح 25 زياده. نعم. صح؟ نعم. وأوريدي طلع لي كاب فور فري، يعني أوريدي أنا ربحانة بكل ال. ومثل ما قلت يعني كونك معنا بنكون مضلنا عم نعزمكم على هدايا حصرية دائما إذا في شيء جديد، وإذا عنا سبب إذا عيد ميلادك بنعطيك فري كاب فور فري. لازم أشترك هلا أنا. إيه أكيد. بضلوا عندك الأفيلابيلتي إنه أنت تقدر الأوبشن إنه أنت تقدر تلاقي الكافيز اللي حواليك لو ما اشتركت بباقة. نعم، هي هيدي الميزة الحلوة فيها انه بتضلها ببلاش. واذا بدك تعزم رفيقتك او رفيقك بيطلع لك كمان بونس. يعني كل ما اعزم حدا كل ما تعزم حدا بيطلع لي انا بيطلع لك 10 دراهم وهن بيطلع لهم 10 دراهم. والله حلو. كيف بتشوف الشركة بعد سنة من هلا او 5 سنين او لنقول 10 سنين؟ هلا اول سنة بدنا نركز على الاب اكيد، بدنا نسجل كل المحلات اللي بيبيعوا قهوة مختصة، وبدنا نخلق المجتمع. بس نخلق المجتمع بدنا الناس يعرفوا مين نحن. لحديد اليوم كم عدد القهاوي اللي صاروا متعاونين معكم؟ حاليا في 10 متعاونين معنا، والهدف بعد شهرين نسجل بعد 30، وبنهاية السنة إن شاء الله بيكون عنا تقريباً 100. نحن موجودين هلأ بN5، هيدا المكان شو قدم لكم لحتى يساعدكم بمجالكم ولحتى يدعمكم؟ N5 عطتنا تسهيلات كتير بتساعد لشركات صغيرة خاصة بدبي. الأسعار غالية لتأسيس الشركة مثلاً، صار عنا شبكة شركات ستارت اب، كلنا عم نشتغل مع بعض، عم نتعرف على بعض وعم نساعد بعض. Thank you زهير وgood luck. ميرسي كتير. فنجان القهوة صديق كتار، بيرفقنا بمشاريعنا وشاهد على أحاديثنا. سيبي بيساعدنا على إيجاد أقرب عنوان لأطيب فنجان.